أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم فيه عن المقاومة ونحاول نستنتج القانون اللي بيربط بين قيمة المقاومة بالتيار الكهربي وفرق الجهد واللي معروف بقانون أوم. ففي البداية كده تعال نتكلم إزاي أساسا بيتكون تيار كهربي. لو أنا معايا واير بالشكل ده، فأي سلك أو أي واير في الحالة العادية ما بيمرش فيه تيار. أي واير أو كوندكتور، بيكون الواير ده من مادة موصلة، بيكون فيه فري الكترونز أو الكترونات حرة. لكن الالكترونات الحرة دي اللي موجودة داخل الواير في الحالة العادية بتكون بتتحرك حركة عشوائية، بتتحرك حركة في اتجاهات عشوائية، فبالتالي ما بيكونش عندي تيار في السلك. لكن عشان يمر تيار عندي في السلك، لازم أطبق على طرفين السلك ده فرق جهد. إزاي ممكن أطبق عليه فرق جهد؟ إن أنا ممكن أوصله ببطارية، فبيتكون على طرفين الموصل ده أو الكوندكتور ده فرق جهد. طيب إيه اللي بيحصل لما بوصل أو لما بطبق فرق جهد على طرفين الموصل؟ أول حاجة بيتكون إلكتريك فيلد على الكوندكتور ده أو على الموصل ده. طيب الإلكتريك فيلد بيعمل إيه؟ الإلكتريك فيلد بيكون أو بينشئ إلكتريك فورس أو قوة كهربية. القوة الكهربية دي بتجبر الإلكترونات الحرة اللي موجودة داخل الواير إنها تتحرك في اتجاه واحد أو اتجاه معين، فبتبدأ الإلكترونز دي أو التشارجز دي تتحرك في اتجاه معين فتكون تيار. سريان الشحنات دي في اتجاه معين بينتج منه التيار الكهربي. فأنا مثلا لما كونا لو ما طبقت بوتنشال ديفرنس في الشكل هنا، تكون الإلكتريك فيلد ومنها يتكون الالكتريك فورس، ومنها ينتج تيار كهربي او يجبر الشحنات ان هي تمشي في اتجاه معين بالشكل ده فيتكون تيار كهربي. طيب لما بيتكون تيار كهربي بنقدر نوصف الالكتريك الكرنت دينستي او الالكتريك كرنت دينستي الكثافه الكهربيه على انها عباره عن مقدار التيار اللي بيمر في السلك ده على مساحه المقطع بتاعه السلك اللي مر خلاله. فبالتالي بنقدر نعرف الكرنت دينستي على انها الاي على الاي او الاريا. طبعا اليونت بتاعتها او الاس اي يونت هي عباره على امبير على متر سكوير. طيب في كتير من المواد او مواد كتير بنلقى ان العلاقه ما بين الكرنت دينستي وما بين الالكتريك فيلد اللي اتكونت في الكوندكتور او الموصل بتكون علاقه طرديه، وبنقدر نرمز لها من خلال القانون الجي بتساوي السيجما في الاي. والسيجما طبعا كلنا عارفينها ان هي الكوندكتيفيتي، ودي قيمه ثابته للكوندكتور الواحد او الماده الواحده. المواد الكتير اللي بتطبق العلاقه دي بنسميها اوميك ماتيريالز. اوميك ماتيريالز في مواد ما بتطبقش العلاقه دي، المواد دي بنسميها نون اوميك ماتيريالز. بس معظم المواد اللي بتطبق العلاقه دي، فمعظم المواد دي بنسميها زي ما قلنا أوميك ماتيريالز أو مواد أمي. طيب بعد كده دلوقتي هنفترض إن أنا معايا الواير ده، فالواير بتاعي اللي أنا طبقت عليه فرق الجهد، أقدر أقول إن فرق الجهد اللي أنا طبقته عليه هو عبارة عن الـ E في الـ L، الـ E في الـ L، افتراضا هنا إن ال L هي طول الواير وال A هي الكروس سكشن اريا او مساحة المقطع بتاعة الواير. فاقدر اقول ان الالكتريك بوتنشال ديفرنس فرق الجهد هنا هو عبارة عن مقدار الالكتريك فيلد في ال L هو طول الواير. قلنا ان ال G بتساوي سيجما في ال E في المواد الاوميك ماتيريالز، فمنها نقدر نقول ان الجي ممكن تاخد شكل تاني للقانون، هي جي بتساوي هشيل الالكتريك فيلد وعوض بالقيمه هنا دلتا في على ال، فاقدر ان اقول ان الجي بيساوي السيجما في دلتا في على ال. ومنها اقدر احط صيغه تانيه لقانون الالكتريك في الالكتريك ديفرنس او سوري الالكتريك بوتنشال ديفرنس، اللي هي دلتا في بتساوي ال على السيجما في الجي. من القانون ده دلتا في بتساوي ال L في ال G على السيجما. طبعا ال G او هنا ال current density كثافة التيار قلنا في السلايد اللي فات هي عبارة عن ال current على ال area، فانا لو عوضت بقيمتها هيبقى يساوي L على السيجما في ال A كلها مضروبة في ال I.
طبعا القيمة دي ال على السيجما في ال A هي قيمة كونستنت للمادة الواحدة أو الواير الواحد، وده بنسميها اللي هي بتاخد قيمة المقاومة resistance بتاعة الواير. طبعا كل واير أو كل ماتيريال لها resistance قيمة معينة بتتحدد من خلال القانون ده، ال L على السيجما في ال A. ال L هي طول الواير، وال A هي cross section area، والسيجما اللي هي conductivity بتاعة المادة دي. فبالتالي لو أنا شلت المقطع ده أو الجزء ده وحطيت مكانه ال R، فهيبقى هنا دلتا V بتساوي ال R في ال I. وهنا ده القانون بنسميه هو أو بنطلق عليه قانون أوم، اللي هو اللي بيربط ما بين المقاومة وفرق الجهد والتيار اللي بيمر في كونتاكت معين. فبنلاقي إن فرق الجهد بيساوي ال R في ال I. من القانون أوم ده بنقدر نستنتج تعريف للريزيستنس، وهي إن هي عبارة عن النسبة ما بين فرق الجهد المطبق على طرفين الكوندكتور على قيمة التيار اللي بتمر في الموصل ده، وطبعا الـ SI unit بتاعتها هي الأوم، هي الأوم. وبكده يبقى قدرنا نستنتج القانون اللي بيربط بين قيمة المقاومة والتيار الكهربي وفرق الجهد والمعروف بقانون أوم، وكمان قدرنا نستنتج تعريف لقيمة المقاومة. بكده يبقى خلصنا الفيديو ده، وألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله.